هنبدأ بسؤال السرعة. السؤال بيقول، هنسمع السؤال بالكامل وبعدين هقول لكم دوسوا على الباز، محدش يدوس قبل ما أقول. السؤال بيقول، ما هي عاصمة السودان؟ ندوس على الباز. الخرطوم. فريق مدرسة الروضة دايسوا على الباز وإجابتهم كانت الخرطوم. إجابة صحيحة بالفعل. هنبدأ دلوقتي أسئلة المسابقة العلمية. السؤال الأول في العربي لمدرسة الروضة بيقول، الكلمة الممنوعة من الصرف فيما يلي، تلامذة، أموال، مساع، رجال. الكلمة الممنوعة من الصرف فيما يلي، تلامذة، أموال، مساع، أم رجال. اعتبروا السؤال كمان ليكم. أول خمس درجات في المسابقة لو مدرسة الروضة عرفوا الإجابة. مساء. محمد متأكد؟ إن شاء الله. ده رأي الفريق كله؟ أيوة. كان في اختلاف ولا لا؟ لا لا، إحنا الخمسة كنا بنقول مساء. أنتوا الخمسة كنتوا بتقولوا مساء. اخترت الإجابة دي ليه؟ عشان مساع أصلها مساعي، على وزن مفاعل، مفاعل أي حاجة على وزن مفاعل، ممنوع من الصرف. كلام سليم، إجابة صحيحة. أول خمس درجات في المسابقة لمدرسة الروضة. نروح للسؤال الثاني مع مدرسة أحمد الخطيب. السؤال بيقول، حضر طالبان كلاهما نجح، إعراب كلاهما، هل هي توكيد معنوي؟ هل هي مبتدأ؟ هل هي خبر؟ ولا نعت؟ حضر طالبان كلاهما نجح. الوقت بدأ. أحمد الخطيب هم كمان عايزين ياخدوا الخمس درجات. السؤال ده يمكن هيعرفنا المسابقة هتمشي إزاي أو الماتش هيمشي إزاي. هل هو يمشي بطريقة التعادل؟ ولا هيبقى عندنا تفوق باين من الأول للفريق على الآخر؟ أحمد اتفضل. مبتدأ. مبتدأ. وليه اخترت الاختيار ده؟ عشان احنا لو حذفناها من الجملة، الجملة مش معناها مش هيتم. والمبتدأ هو يعني بيكون بداية جملة جديدة، فانت استندت على الفكرة دي. بس ما كانش ممكن مثلا تبقى توكيد معنوي؟ التوكيد مش بيغير من معنى الجملة، هي مش توكيد. التوكيد لو اتشال من الجملة مش هيغير من معناها. متفقين مع الرأي ده ولا لا؟ متفقين. محمد بيقول متفقين، وإجابة صحيحة. خمس درجات لأحمد الخطيب وخمس درجات للروضة.